الحقيقة أنا بسعد بوجودي مرة أخرى في مدينة العاشر من رمضان، قلعة مصر الصناعية، علشان نتفقد عدد من القلاع الصناعية الجديدة اللي موجودة في مصر. أنا طبعا برفقة عدد من السادة الوزراء زملائي، معالي وزير الاتصالات، معالي وزير الإسكان، معالي وزير الصناعة ورئيس هيئة الاستثمار. الحقيقة النهاردة جولتنا تفقدنا ثلاث مصانع مختلفة في مدينة العاشر من رمضان، وخليني أبدأ الأول قبل ما نشرحهم وإيه فلسفة هذه المشروعات الكبيرة. احنا طبعا كنا منذ ايام قليلة بنشرف بوجود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هنا في مدينة العاشر، واحنا بنفتتح واحد من اكبر المصانع الجديدة اللي اتعملت، واحنا بنحتفل بعيد العمال. وكانت رسالة سيادته دائما الصناعة، وان لازم نركز كدولة الفترة القادمة على الصناعة وتعميق المنتج المحلي، وازاي ان احنا ندخل اكبر حجم من المنتجات عشان نقلل من فاتورة الاستيراد للسوق المصري. النهاردة الحقيقة الثلاث مصانع اللي احنا كنا تفقدناهم، يمكن بدأنا بمصنع كبير جدا حضراتكم يعني شفتوه معانا، وهو متخصص في انتاج الاجهزة الصحية، والحقيقة هو مصنع بكل المقاييس على اعلى مستوى عالمي ممكن تكون في هذه الصناعة. والمصنع بالحقيقة بيصنع لكل البراندات العالمية، يعني المصنع زي ما حضراتكم شفتوا بينتج لكل الاسماء العالمية اللي احنا طول عمرنا بنسمع عنها انها دي اعلى منتجات في العالم، وبقى بيصدر لهذه الدول اللي هي الهدف بتاعه كله التصدير لاوروبا، وهيبدأ التصدير لامريكا. وشفنا مدى يعني جودة العمل واعلى مستوى، والاهم التصميمات العالمية اللي بقت النهاردة تفوق ما يعني اللي احنا بنشوفه حتى في الدول المتقدمة. وده الحقيقة كانت حاجة مشرفة وحاجة تفرح. قلعة صناعية كبيرة جدا فيها اكتر من 2000 عامل، وفيها يعني اكتر من 100 مهندس مصري. التصميمات بتتعمل في مصر، بيتعمل على اعلى مستوى. النهاردة يعني انا عايز اقول البراندات العالمية بتيجي للمصنع ده، بتطلب منه تصميمات معينة بيتم انتاجها، وبتطلع على اعلى مستوى، وبتتحط في الفنادق العالمية وفي كل المنتجعات والمساكن اللي موجودة على اعلى مستوى في اوروبا وان شاء الله في امريكا. وده النهاردة ده كان هدف مهم جدا، ان احنا نتخيل ان هذا المصنع ما كانش موجود من سنتين، ولكن مع الفكر اللي موجود وتشجيع الصناعة هذا المصنع بقى موجود، وبقى بينتج على اعلى مستوى، وبيغطي يعني جزء من انتاجه بيغطي السوق المحلي، والجزء الاكبر بقى بيصدره للخارج. الاهم ان يعني اجمالي او المكون المحلي اللي موجود في هذا المصنع فوق 75%، يعني فوق 75% بيتعامل كقيمة مضافة جوه مصر، والباقي هو اللي المفروض النهاردة حتى بنتكلم معهم ازاي ان احنا نزود من القيمة المضافة ومن المكون المحلي للخارج. المصنع الثاني مصنع بي اس اتش او بوش، وبوش دي طبعا من اكبر الشركات العالمية على العالم كله في الاجهزة المنزلية. احنا طبعا كنا يعني بنشرف بحضور فخامة الرئيس، كنا بنفتتح واحد اخر من اكبر المصانع على مستوى العالم لما فتحناه يوم عيد العمال، وهو مصنع هاير. مصنع بوش ده مصنع عالمي كبير جدا، شركة عالمية اوروبية معروفة كبراند عالمي، وده يمكن الحقيقة كانت الفرصة لاقناع هذه الشركة انها تتواجد في مصر. كان في اثناء زيارة للخارج وقابلنا رئيس الشركة وكلمنا معاهم على ان هم لازم يبقى لهم هاب هنا في مصر، ادنا لهم الرخصة الذهبية، خصصنا لهم الارض. ان شاء الله المصنع طبقا لمدير الشركة هيبدأ الانتاج في شهر نوفمبر القادم، هيبدأوا صحيح بالبوتاجازات، ولكن التوسع هيبقى للتلاجات والغسالات بعد كده، وعندهم الخطط ان هم يغطوا منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وده جزء مهم جدا ان احنا بنوري ازاي ان احنا بنستهدف الشركات العالمية انها تيجي وتبقى موجودة معانا. اخر مصنع اللي احنا موجودين فيه وهو مصنع فيفو، وده طبعا مصنع لاحد اهم الماركات العالمية في انتاج الموبايلات. مصر بتستورد وكانت بتستورد لغاية سنتين ثلاثة فاتوا موبايلات باكتر من مليار ونص دولار سنويا، وكلها بتبقى استيراد. النهاردة احنا بنستهدف ان يبقى عندنا من اكبر 5 شركات عالمية بتنتج موبايلات، هيبقى عندنا 4 منهم بينتجوا في مصر، ده واحد منهم. فاحنا هيبقى عندنا ان شاء الله سامسونج واوبو وتشاومينج وفيفو، وفاضل طبعا البراند الاخر اللي هو ابل، واحنا بنحاول ان شاء الله ان احنا نقنعهم ان هم يبقوا موجودين في مصر. كل ده هدفنا ايه؟
هدفنا ان احنا نبص على الفاتورة اللي كنا بندفعها عشان السوق المصري وان احنا ازاي نغطيها، ولكن الاهم بنخلق فرص عمل. حضراتكم شايفين هنا ما شاء الله كل العمالة اللي موجودة شباب مصري يفرح، هو اللي شغال على الخطوط الانتاج زيهم زي كل المصانع اللي موجودة المثيلة لده في العالم. فالنهاردة بنبقى عندي فرص عمل كبيرة جدا، عندي منتج محلي بيغطي السوق المحلي بدل ما كنت بستورده، وعندي فرص تصدير ان شاء الله للفترة الجاية. طبعا كان هناك مشكلة في هذه المصانع وبنتكلم بمنتهى الشفافية، وكانوا بيتكلموا ان فترة الازمة الاقتصادية الماضية كان في مشكلة في المكون الدولاري، وما كانوا بيجدوا صعوبة في ان هم يخرجوا المنتجات بتاعتهم. الحمد لله النهاردة بقت المشكلة النهاردة بتتحل، وبالتالي بقى لديهم الفرصة ان هم يوصلوا للمستهدف بتاعهم النهاردة من المصنع ده، انه ينتج 500,000 موبايل في الشهر، يعني بيتكلم على 6,000,000 موبايل هيبقوا في السنة، وانا هنا بتكلم على مصنع واحد. فاحنا كل قوتنا النهاردة ان احنا نركز كدولة ازاي مع هذه المصانع العالمية نمكنهم ان هم يحققوا اكبر حجم من الانتاج عشان يغطوا السوق المصري ويبدأوا يتوسعوا في التصدير. المنتج الاهم اللي احنا كمان مركزين عليه قوي والفترة الجاية وهيبقى الزيارات المستقبلية الفترة الجاية هنشتغل عليه، هو مصانع السيارات. واحنا يمكن من خلال المجلس الاعلى للسيارات شغالين على هذا الموضوع بقوة، دخلنا القانون بتاع حوافز السيارات، والنهاردة الاتفاقات اللي اتعملت مع الشركات العالمية انها تبدأ تصنع منتجات جوه مصر بنفس النموذج اللي شفناه كنماذج ناجحة في بعض الدول الافريقية هيبدأ في مصر، وان المفروض ان متوقع ان شاء الله اول خطوط انتاج تبدأ تنتج السيارات في عام 25، وده هيبقى شيء خطوة كبيرة جدا، وده شيء مهم جدا لان مصر برضو كانت فاتورتها السابقة في استيراد السيارات اكتر من 4 مليار دولار سنويا. وكل ده عشان كده احنا بنركز، الدولة بتركز والحكومة بتركز، بتشوف فين الفواتير اللي كانت بترهق الاقتصاد المصري، ازاي اشجع الشركات العالمية انها تيجي تفتح هنا، ازاي احفزهم ان هم ينتجوا هنا عشان اقلل الفاتورة بتاعتي، وكمان علشان اخلق فرص عمل وادي فرصة للتصدير، يبقى بدل ما استورد ابدأ ان انا اصدر، وهو ده هدفنا كدولة لخلال الفترة الجاية. عشان كده لما بنتكلم ان مصر قادرة باذن الله ان نقدر مع خطوات ومتابعة حثيثة ان احنا نصل ب2030 ان تبقى صادراتنا تتجاوز 145 مليار دولار، ده مش رقم كبير ولا مبالغ فيه، بالعكس احنا لدينا الفرصة ان احنا نبقى اكتر من كده، ولكن هي الفكر كله ان احنا ازاي نتابع مصنع مصنع ومصنع مصنع ونحل له مشاكله علشان يقدر ان هو يصل للمستهدف ويحقق لنا التارجت، لان بالطريقة دي لما بجمع كل الصناعات دي مع بعضها ان شاء الله هنكون بنحقق هذا المستهدف. انا بشكر حضراتكم، ويمكن عندنا هيبقى زيارة اخيرة لمشروع سكن كل المصريين هنا في مدينة العاشر، وده من اهم المشروعات اللي الدولة المصرية متبنياها اصلا عشان نتيح وحدات سكنية مناسبة لكل شباب مصر. شكرا لحضراتكم.